هنتكلم النهارده عن الميكانيكال سيستم او الميكانيكال كومبوننت. النهارده اللي فاتت كنا بدانا نتكلم عن الميكانيكال سيستم، وقلنا ان الميكانيكال سيستم بيبقى عندنا 3 elements. اي ميكانيكال سيستم بتكلم على اللينير ترانسليشن ميكانيكال سيستم، وقلت في المحاضره اللي فاتت ان معنى كلمه لينير ترانسليشن معناها حركه افقيه او حركه راسب، لان في عندنا هنتكلم في نهايه المحاضره دي ان كان في العمر بقيه وفي تكمله هنتكلم عن الروتيشنال ميكانيكال سيستم. فقلنا الميكانيكال سيستم في منه الماس وفي منه السبرينج وفي منه الداشبوت اللي هو كان الزميل قال لك عليه اللي هو الضمه، تمام؟ فقلنا ان العلاقه اللي بتجمع الثري اليمنتس دول زي ما كان برضو اي الكتريكال سيركت كانت عباره عن الريزيستور والكاباستور والاندكتور، ده الملفات والمكثفات والمقاومه، فدي برضو تعتبر الكتريكال سيركت اللي هي عناصر الاساسيه للالكتريكال سيركت. كنا في الالكتريكال سيركت كنا بنقول يجمعها قانون اوم وقانون كورشوف، مش كده؟ هنا يجمعها قانون نيوتن. لو نقول ايه؟ قانون نيوتن بيقول ان السمشن اوف فورس اللي هي مجموع القوى على جسم ما، الجسم ده اكيد له ايه يا جماعه؟ كتله. الجسم ده اكيد له ايه يا جماعه؟ كتله. يبقى مجموع القوى المؤثره على جسم ما يساوي كتله هذا الجسم في ايه يا جماعه؟ العدد. يبقى ايه الام دي اللي هي الماس، والاي دي اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي اثبات الاكسلريشن او العدد. بس يا احباب، يبقى اذا لابد ان احنا نعرف كل كتله من دول هتتماسك او كل عنصر من ده هيتوسد ازاي. فقلنا في المحاضره اللي فاتت، انا بذكرك باللي احنا مختصر ما قلناه في المحاضره اللي فاتت. فقلنا في حالة السبرينج، ده السبرينج في الوضعية العامة بتاعته اللي هي الفورس بتاعته بتساوي كام؟ زيرو، اللي هي الطاقة الوضع بتاعته بتساوي زيرو. طب زيرو ليه؟ لأن أنا ما عملتش عليه ستريتش، خد بالك، لا عملت له ستريتش خدته ولا ضغطته، فإذا طاقة الوضع اللي فيه موجودة فيه بتساوي كام؟ زيرو. يعني أنت لو بصيت يعني ايه طاقة وضع عشان افهمها لك، يعني لو فهمنا كده ان انا عندي الفوز بتاع الرماية ده وضع، وهنا لو انا ما شددتش الوضع مفيش طاقة متزنة في الوضع، ايه اللي هيحصل في السهم؟ هتطلع تسيبه كده يوم واحد، مش كده؟ لكن ايه اللي يحصل لو انا الوضع بتاع الفوز ده شديته؟ ها، ايه اللي يحصل؟ السهم هينطلق لاصابه هدف ما. مش معنى يعني؟ لان انا الوتر اما شديته بذلت شغل. بذلت ايه يا جماعه؟ شغل. الشغل ده اختزن في مين؟ اختزن في صوره طاقه وتر في الوتر بتاعي ده. فاول ما احرر الوتر ايه اللي يحصل؟ طاقه الوتر هتدفع لي، او الطاقه المختزنه في الوتر ده هي اللي هتخلي الايه السهم ينطلق لاصابه الايه الهدف، صح الكلام؟ يبقى اذا هنا في الوضع اللي انا فيه ده فان الفورس بتاعتي بيساوي صفر. ليه؟ لان انا ما عملتش شغل بان انا اجعله ستريتش ستريتش يعني افرده، او ان انا ايه؟ اضغطه بتفاعل، او ان انا ايه يا جماعه؟ اضغطه. فاضغطه ازاي؟ يعني لو سبوز ان انا رحت
بنقصر الكلام ده فولس، فخلت لي هنا حصل انضغاط للسبرينج بتاعي من ده الاس. ما تنساش هنا الوضع ده هو هو، ما زلنا هنا هو نفس هنا. هنا انا مثبته وليكن في حيطه بس. طب انا قصدي يا شباب، يبقى هنا اللي انضغط الجزء ده كده يا حبايبي، يبقى هنا اصبح في السبرينج ده قوه كامنه او قوه وضع كامنه، صح الكلام؟ نتيجه الضغط لهذا الايه؟ السبرينج. وده على ذلك لو انا شلت القوه من عليه هتلاقي ايه؟ نطر كده، هتلاقي ايه؟ اندفع للامام او للخلف على حسب قوه الوضع واتجاه التحريك بتاعها، صح الكلام؟ يبقى هنا في قوه، او ان انا عملت رجع العكس، ان انا رحت عامل استرتش. ما زالت النهايه هي هي، لكن رحت انا شادد الايه؟ السبرينج هنا، يبقى انا عملت برضه نفس القصه، عملت هنا ايه؟ ازاحه الضغط كان اكس، بس سواء انا ضغطتها او ان انا عملت ستريتش بقى في طاقه كامله جوه السبرينج ولا لا يا شباب؟ اتفضل يا حبايبي. كامله دي يبقى طول ما الفورس ابلايت عليها ففي طاقه مضاده لها او كامله جوه السبرينج بتاعها، او لما اشيل ايديا من على السبرينج هيتحرك هذه الطاقة وهتؤدي إلى تغير الوضعية بتاعة السبرينج بتاعتي، صح الكلام؟ وعليه الفورس بتاعتي اللي احنا بنقول هنا، طبعا هنا في قيمة للفورس، هنا في قيمة للفورس، قيمة الفورس بتساوي كام؟ بتساوي ثابت اسمه ايه؟ K في مقدار الإزاحة الخطية اللي حضرتك عملتها، سواء ضغطت فيها السبرينج أو عملت ستريتش فيها للإيه؟ للسبرينج. يعني اشتريها كده يا جماعة؟ يبقى إذا لما يبقى عندي عنصر ما ميكانيكال في ميكانيكال سيستم كان سبرينج، خلاص يبقى انا عارف ان السبرينج بتاعتي ده هحدد اتجاه القوه بتاعته فين، واقوم قايل ان انا الفورس بتاعتي هتساوي كي في اكس. طبعا اتجاه الفورس في اتجاه الايه؟ على حسب اتجاه الايه؟ الضغط. لو انا بضغط كده يبقى قوه السبرينج في الاتجاه العكسي. في مقابل الداش بوت قلت ان الداش بوت ده بالنسبه للسبرينج. بالنسبه للدمبل او اللي احنا سميناه يا شباب الداشبوت، هو قلنا في المحاضره اللي فاتت اللي بقى عندنا هنا الداشبوت وهنا اويل، قلنا ان هنا الداشبوت ده في حته صغيره كده من فوق من ايه؟ من تحت تسمح نسمح ان الزيت يبدا يتدفق من خلف البستون الى امام البستون والعكس. يعني لو هنا الزيت موجود كده لو انا شلت البستون من السلندر بتاعتي برضه هيبقى فيه ايه؟ مقاومه. او لو انا بضغط برضه هيبقى فيه مقاومه، سواء هنا او هنا، سواء بشد او بضغط. يبقى هنا بنقول ان الفورس، طبعا هنا ده في معوقه لحركه البستون داخل السلندر، بس المعوقه دي نتيجه وجود الزيت فبنسميها معامل الاحتكاك الايه؟ اللازمي، يبقى ده اسمه معامل الاحتكاك اللازمي اللي هو دي. والفورس بتاعتي بتساوي معدل، كلمة معدل الحركة يعني هنا الفورس بتتناسب مع معدل، كلمة معدل معناها تفاضل الأمر. يبقى معدل اقصد بالسرعه، معدل حركتي يعني سرعه حركتي. يبقى اذا التفاضل الاول في الازاحه، طبعا علشان اعبر عنها بعلامه التساوي يبقى لابد ان انا اشيل علامه التغطيه واحط مكانها ثابت، اللي هو بالنسبه لي ايه؟ معامل الاحتكاك اللازم في معدل الحركه اللي هي السرعه اللي هي التفاضل الاول في الازاحه. وعليها ما نحب نطبق قانون نيوتن الاول بقى على الكلام ده، فبنقول ان الكتله اللي هتبقى خاضعه تحت تاثير القوه اللي انا الابلايد فورس، القوه اللي انا هاثرها على السيستم، وتحت تاثير مثلا السبرينج، وتحت تاثير مثلا الداشبوت وتبر، هنقول كلها ترتبط على قانون نيوتن اللي هو بيقول لي ان الاف او السمشن اوف اف منها الابلايد فورس ومنها القوة المضادة لها بتساوي الكتلة في العجلة، حيث ان العجلة تلاقي
الثاني هي التفاضل الثاني للإذاعة. التفاضل الثاني للي يا جماعة للإذاعة. بالمثال دوما هيتضح مع بعض النقاط. تعالوا ناخد مثال تطبيق. في مثال هناخده من النوت بوك بس هنأجله شوية لأنه كومبليكيتد شوية. هنأخده دلوقتي بس هجيب لك مثال توضيحي بسيط. نجري عليه العملية بتاعتنا ونستنى نيجي للمثال الأكثر تعقيدا اللي موجود في النوت بوك صفحة 81. بس قبل ما نجيبها هنبدأ نقول لك إيه ده. عندنا هنا هيبقى عندي مثلا حاجة زي كده. طبعا هجيب ليك بقى حضرتك تكتب الورق اللي مش موجود في النوت بوك اللي هتكتب في الورق. في هنا عندك ماس ام 1 ودي عليها فوس اف اوف تي. دي الاقل فوس اللي بقولها دي اللي هتسبب لي تغير في وضعيه الميكانيكال سيستم معايا. فطبعا الميكانيكال سيستم مش هيغير وضعيته الا بوجود ابلايد فورس والا ايه اللي هيخليه يعني يزحزح من مكانه. لازم ان انا ابذل شغل علشان احرك الكتله دي من مكانها. ابذل شغل يعني بدات اسلط قوه على هذه الكتله صح الكلام. هذه الكتله متصله بالسبرينج السبب بتاعه كي 1 والمرة دي هكذا من المحاضرة اللي فاتت كنا قلنا ان هي بتتحرك على ايه؟ على حركة صح؟ أملس. فكنا بنقول فراكشن ايه؟ ليس. المرة دي مش هنقول فراكشن ليس هنسميه دلتا 1 بس هنا مش بقول بقى معامل الاحتكاك اللزج. ده مش لزج مش بالزيت يبقى معامل الاحتكاك الايه؟ الخشن اللي هي الأرض الايه؟ اللي أنا بتحرك عليها. طبعا لو احنا بنمشي على الأرض ملساء زي الأرض بتوع الناس اللي الاكثر رفاهيه اللي هم بيتزحلقوا على الجليد دوما بيبقى في صالات كده ما تعرفش تقف عليها اصلا يا دوب بتلبس الحذاء الاوطى عندك التمرين مش ممرن على الوقوف هتلاقي نفسك بتقف تقوم ايه متزحلق وهكذا زي ما بتروحوا كده في الملاهي الكبيره فيها الحاجات. هذه الكتله اتحركت بمقدار اكس 1 في متصل معاها كتله اخرى ام 2 طبعا على افتراض ان المستويين مختلفين يعني ما اقدرش اقول ان المنطقه دي هي نفس المنطقه دي ربما المنطقه دي فيها شويه رمله المنطقه الثانيه واحد كان كنسها فطبعا احتكاك المنطقه دي غير المنطقه دي فاسميها بيتا 1 واسمي هنا ايه بيتا 2 وعند سبرينج اخر لكن طلب الثاني من سبب البطاريه ضعف اسمه كي 2 طبعا دي اتحركت بمقدار اكس 2 هنا بيقول لي انا عايزك تحسب لي الاوفر اول ترانسفير فانكشن للميكانيكال سيستم ده على اعتبار ان الاكس 1 هي الاوتبوت اوف ذا سيستم. طبعا الاكس 1 ليه؟ لان في النهايه انا خدت ليه الاكس 1 هي الاول ما خدتش ليه الاكس 2 لان الكتله الميكانيكال سيستم كله انضغط بمقدار كام يا جماعه الثاني اكس 1 رغم ان في كتله ثانيه ما اتحركتش اكس 1 لكن السيستم ككل كان الانيشال بتاعه فين؟ هنا. بقى الانيشال بتاعه فين؟ بقى وضعه بعد الضغط في الحته الثانيه، اذا اتحرك ازاحت من ضغط كام هنا؟ اتفضل يا حبايبي اكس 1 لو انا بصيت على المنطق السيستم ده كله يبقى انا حددت لك كده الاول من المنطق ده يبقى انا كده محتاج ان انا اعمل ايه؟ لابلاس الانبوت على لابلاس الاوت على لابلاس الانبوت، الاوت بتاعي هو مين؟ اتفضل يا حبايبي والانبوت بتاعي هو مين؟ ها؟ يلا كلنا نسمع ده اللي هو ايه يا جماعه؟ اف اوف تي. بنعمل ايه قلنا دايما وابدا للتبسيط بنعمل حاجه اسمها الفري بودي دايجرام. يعني ايه الفري بودي دايجرام؟ يعني بحرر الكتله من السيستم بتاعي وبشوف القوه المؤثره على هذه الكتله شكلها ازاي، صح الكلام؟ يبقى اذا اول حاجه عندي كده كتله عندي كتلتين من عندي معدلتين. فاكرين لما كنا بنتكلم في الالكتريكال سيستم عندي تو لوب يبقى عندي معدلتين للتو لوب. كان في مساله من المسالات كان عندي ثلاثه لوب كان عندي ثلاث معدلات للثلاثه لكل لوب صح الكلام وهكذا. يبقى اذا انا عندي كتلتين يبقى عندي كم معادله يا شباب؟ معدلتين كل كتله هتكون لي معادله. الكتله الاولانيه اللي هي الام 1 الام 1 عليها ابلايد فورس اف اوف تي يبقى انا هحدد الفورس المسببه لحركه السيستم اف اوف تي صح الكلام؟
تفضل. ولو في واحد بيساوي 2 وواحد اكس واحد بيساوي 2 تبقى معناها ده مرتين. ممكن انا عندي جسمين يبقى عندهم مرتين. تطلع بقى اكس واحد بيساوي اكس 2 وده اللي ممكن تحصل. ليه؟ لان انا سبوز ان انا جبت عبد الرحمن مش عبد الرحمن؟ محمد وانت؟ عبد الوهاب. لو انا جبت محمد قدامي وجبت عبد الوهاب قدام محمد رحت انا جاي من ورا كده ورحت دافع محمد بدفع ما فرصة ما فمحمد بدون وعي منه راح جاي زائد عبد التواب عبد الوهاب زائد عبد الوهاب هل اندفاع او المساحه اللي اتحركها محمد هتساوي المساحه اللي اتحركها عبد الوهاب بالضروره ان جنرال لا ليه؟ لان هنا لما بضغط قبل ال دي زائد دي هنا القوه الكامله اللي هنا هي اللي هتخلي دي تتحرك هنا صح كلام ولا غلط يا جماعه؟ فهل القوه اللي هنا بتساوي القوه اللي هنا وكتله دي هي كتله دي عشان كده ان دي بقى تساوي دي؟ طبعا دي كلها تشروط ما قلتهاش يبقى ما عليش ان انا استنبطها لان لو كان الضروره اكس واحد بيساوي اكس 2 ما كنتش عملت لها رمز تاني قلت هنا اكس ودي اكس ما كنتش اكس واحد واكس كام؟ اكس 2 ولو كان الكتلتين مساويتين ما كنتش قلت ام 1 وام 2 صح كلام ولا غلطان؟ فهنا مش في المحل وصل الكلام؟ طيب الكتله دي اول حاجه تعوقها هي ايه؟ الارض برافو عليك الارض اللي بتتحرك عليها اول حاجه كده من غير ما افكر في اي حاجه الخشونه اللي على الارض مش هتسبب لي ان هي تتحرك بسهوله اكيد اما بحرك يعني كرسي تقيل على سيراميك مش هو اما اجي احركه على ارض من رمله ايه الفرق يعني ما تقول هو التوب الكتله هي الكتله لكن ايه الاختلاف السطح الاملس اللي انا بتحرك عليه سيراميك ولا سلام بقى لو حته شويه زيت كده على السيراميك بتعملها بصبعك الصغير يوم الكرسي متحرك صح الكلام لان حطيت كمان قللت الاحتكاك من خلال وضع الايه شويه ميه او وضع شويه زيت صح الكلام وطلع على ذلك حضرتك لو في البيت دخلت التواليت وكان في شويه ميه على الارض بتلاقي نفسك على طول ضربت قطس طب ليه كده عشان الاحتكاك انا قللته بسبب الايه شويه الميه اللي انا كنت حاططها على الارض صح الكلام انا غلطان يبقى اذا انا اول ما يعوق حركه الكتله ام 1 هي المسطح الخشن اللي انا بتحرك عليه صح الكلام وانا اتفقت معاك ان المسطح الخشن اشبه بمين من العناصر دي الدشبوت يبقى اذا معدل حركتي على السطح الخشن هيساوي اجيب منه الايه القوه بتاعتي اذا القوه المضاده لحركه الكتله على السطح هي تساوي كتله الجسم الازاحه اللي اتحركها الجسم ده التفاضل الاول لا لان انا بتكلم عن معدل في الثابت بتاعي اللي هو بالنسبه لي معامل الاحتكاك الخشن اذا فيها فورس هتبقى من بيتا 1 اللي هو الثابت اللي احنا بنقول هيتناسب تناسب طردي مع معامل الاحتكاك بتاعي ومعدل الايه الازاحه اللي انا قطعتها اللي هي طبعا التفاضل الاول اللي هو اكس 1 اوف تي ليه قلت اكس 1 مش اكس 2 لان هي اتحركت هو بيقول لي ان هي اتحركت فعليا كام ضد على ايه اكس 1 يبقى اذا التفاضل الاول الاكس 1 اللي هي معدل الحركه اللي هي السرعه معايا في الثابت بتاعي اللي هو معامل الاحتكاك الخشن حد مش فاهم الحته دي يا شباب يبقى انا اتعاملت مع السطح الخشن وعملت لي مين يا جماعه؟ الدبر بتاعك او التشكيل البيسبول. تاني حاجه يتعوق حركه الكتله دي كانت ايه يا شباب؟ السبرنج كانت ايه يا جماعه؟ السبرنج يبقى السبرنج هيعوق حركتها ليه؟ لان هو هيقاوم هذا الاضغاط انت بتضغطه لكن هو هيقاوم هذا الاضغاط فاذا هتبقى البذل الشغل اللي انت بذلته على الكتله ام 1 هتكمن داخل هذا السبرنج لكن في اتجاه ايه؟ مضاد للضغط اللي انت ضغطته صح الكلام؟ يبقى اذا هنا هتبقى كي 1 السؤال بقى بيقول في اكس انه اكس؟ واتش 1 اكس 1 ولا اكس 2 ولا اكس 1 زائد اكس 2 ولا اكس 1 ناقص اكس 2 رايكم ايه؟ اكس 1 ناقص اكس 2 طيب نشوف كده اول واحد اتفضل اكس 1 ناقص اكس 2 اكس 1 ناقص اكس 2 نشوف الفكره ونشوف الاجابه اتفضل حضرتك واحده بس واتش 1 اكس 1 اتفضل عبد الرحمن اكس 1 ها اكس 1 ها
اكس 1 زائد اكس 2 موسم الميدتيرم اللي هو موسم تجمع الهبيد. اكس 1 اكس 2 اكس 1 ناقص اكس 2 اكس 1 ناقص اكس 2. هل من هبل المزيد؟ هل من المزيد؟ ها؟ اهبد براحتك يا عم الرئيس، انا اهبد النهارده عشان بكره ما اهبدش. ها؟ قول قول يا وحش. انا قدامك السيستم قول لي. اهبد. ها؟ قول انت يا سيدي. انا ما بحبش اهبد. سيب الورقه بيضا. طيب. تعال نشوف، تخيل معايا الورقه. هو طبعا الاجابه الصحيحه هي اكس 1 ماينس اكس 2. بمنتهى البساطة انت ضغطت السبرينج ده بمقدار كام؟ هنا انا دلوقتي انا زي ما حسيت هو قال لي دلوقتي السبرينج ده اتحرك بمقدار كام دلوقتي؟ اما زائد الكتلة، الكتلة لما اتحركت اكس 1 ضغطت انا تبعا لذلك الايه؟ السبرينج المقدار كام؟ اكس 1، صح الكلام؟ طيب هو السبرينج كده مش قاعد يفلفص؟ رد عليا، بيحاول يفلفص ولا لا؟ طب وهو بيحاول يفلفص عمل ايه؟ زائد مين؟ بكام؟ يبقى هو اجمالي ضغطها بمقدار اكس 1 وفك عن نفسه بمقدار ايه يا جماعه؟ اكس 2. يبقى الضغط كام في النهايه؟ اكس 1 ناقص اكس 2. لان انا ضغطته اكس 1 وفردته اكس 2، الاثنين مش زي بعض، انا ما ضغطتوش وبعدين ضغطته. يعني انا ما ضغطتوش مره وبعدين رحت ضغطته كمان مره عشان اقول 1 زائد ايه؟ التاني، لان انا ضغطته وبعد كده ايه؟ استنيت عني شويه، صح كده؟ بالراحه بقى. يبقى انا ضغطت بمقدار كام؟ اسمع صوتك. واستريت عنده بمقدار كام؟ يبقى اجمالي الازاحه بتاعته كام؟ اللي انضغط قد ايه؟ المقدار زائد 6 3 مش كده؟ اللي هو اكس 1 ناقص اكس 2. وصلت يا شباب؟ اتفضل يا حبيبي وصلت يا شباب؟ يبقى يبقى ده طبعا الاختيار ده هو الصح. بينما الاختيار الثاني غير صحيح. والاختيار الاول الاختيار الثالث غير صحيح والاول غير صحيح. لان اللي قال لك اكس 1 زائد اكس 2 هو بيفترض ان هو انضغط الاول بمقدار اكس 1 ورجع كمان انضغط كمان ايه؟ اكس 2 ده على خلاف الحقيقه. واللي قال لك اكس 1 بس هو بيفكر ان هو انضغط وما سراش عن نفسه، لا، امال الكتله الثانيه اتحركت ازاي؟ وصلت ولا مش وصلت؟ معايا يا رجاله؟ تمام. يبقى اذا هنا الكتله هتبقى تي 1 بكام يا حبايبي؟ اكس 1 تي ماينس اكس 2 دي المسألة الأولانية. تمام؟ الفري بودي دايجرام هيقول لي كمان عندي كمان ماس تانية. طيب الماس التانية دي هل أنا طبقت عليها أبلايد فورس؟ اكسترنال أبلايد فورس؟ أنا يا جماعة عايز حد اللي يرد عليا، أنا بشرح للطلبة، الناس اللي اتعودت عليا وتعودت عليه الناس ترد عليا. هل أنا عملت على الماس 2 فورس من الخارج؟ طب ايه اللي خلاها تتحرك من مكانها اصلا طالما ما عملتش عليها فورس؟ ثم الكور كامله بتاعت مين؟ يبقى المسبب لحركتها في الاتجاه ده هي ايه؟ اللي احنا حسبناها بكام؟ كيو ار في ايه؟ اكس واي ناقص اكس. يبقى الكتله اللي هي عشان اتزحزحت في مكانها يبقى اكيد في قوه ما اثرت عليها، صح كلام انا غلطان؟ طب القوه دي فين؟ ابلايد فورس؟ يعني اكسترنال ابلايد فورس؟ لا مفيش ابلايد فورس عليه، الابلايد فورس راحت على مين؟ يبقى اذا في حاجه جوه السيستم من جوه هي ولا خلاها ترجع للخلف، صح الكلام؟ اللي هو ايه؟ القوه اللي كانت في الحته هي كانت كام؟ كي 1 اكس 1 اوف تي ماينس اكس 2 اوف تي. حد معترض يا شباب؟ حد معترض حبايبي؟ طيب الكتله دي كده هتتحرك بسلام ولا لازم يبقى من المنصات تنغص عليها؟ زي ما انتوا بتنغصوا عليا كده. ها؟ ها؟ هل يبقى في مناصات ولا مفيش فيه مناصات؟ فين؟ معامل احتياجاته ايه؟ بيتا والسبرينج. والسبرينج التاني، معامل احتياجات ده هي اتحركت بمقدار كام؟ يبقى معامل الاحتكاك بتاعها اللي هي بكام؟ اكس 2 ايه يا جماعه؟ بتوفي. صح اتنين؟ طيب السبرينج ده بقى انضغط وسري عنه ولا انضغط وفضل في حاله الضغط بتاعته؟ طب ليه ما سوريش عنه؟ عشان ورا ايه؟ ايه يا حبايبي دي؟ تمام؟ يبقى انا ما اقدرش اقول ان هو سري عنه، يبقى اذا هو فضل ده كتنين في كام؟ في اكس 2.
كام يا حبايبي؟ اكس 2. يبقى اول ده عباره عن كي 2 اكس 2 على عكس مين؟ على عكس ده. اذا ده اللي غلط السر ايه؟ هنبقى اكس 1 ناقص اكس 2. حد عنده اي اشكاليات كده يا شباب؟ وبعدين بقى ايه؟ خلاص كده انا عملت تسريب الدايجرام كده، يبقى انا خلاص حللت الكتل اللي عندي. يبقى انا مش محتاج الدايجرام ده في حاجه بقى، خلاص اشيله من قدامي وابدا اشتغل على ده. عندي تو ماس زي ما كنا عندي تو لوب في الالكتريكال سيركت. تو لوب كنا بنعوض عنهم بايه؟ بمعادلتين. يبقى اذا التو ماس بنعوض عنهم بكام؟ بمعادلتين. المعادله الاولانيه هتقول لي ايه هي؟ هقول لك السمشن اوف فورس قانون نيوتن تكتبه بيساوي الكتله في العجله. ده ايه جنرال؟ هتاخد ماس ماس من دوما، كتله كتله من دوما. يبقى اذا هنا اول حاجه الابلايد فورس اف اوف تي بس ماينس، يلا رجاله ها، بيتا 1 اكس 1 دوت اوف تي ها ماينس كي 1 اكس 1 اوف تي ماينس اكس 2 اوف تي. دي اسمها ايه يا جماعه؟ دي الابلايد فورس. دي السبميشن اوف ابلايد فورس. السبميشن اوف فورس مش الابلايد فورس. السبميشن اوف فورس الابلايد ماينس القوة المضادة المؤثرة على الكتلة والمضادة لهذه القوة المؤثرة على الكتلة. صح الكلام؟ يبقى إذا F of T ماينس D ماينس D. الكلام ده كله بيساوي كام يا حبايبي؟ ها؟ الكتلة؟ الكتلة دي اتحركت إيه؟ X1 بس. ولا اتحركت X1 ناقص X2؟ لا، هي اتحركت إزاي هتقدرها؟ X1 يبقى التفاضل الأول بين X1 و T. طبعا هنا علشان انا اشتغل ترانسفير فانكشن لازم الكلام ده احطه في الدومين المناسب. الدومين المناسب بنقول ايه؟ لابلاس الاوتبوت على لابلاس. يبقى ده الدومين بتاعي، ده التايم دومين. يبقى انا محتاج ان انا احول الكلام ده ليه يا جماعه؟ الاس دومين. يبقى اذا ده هيبقى لما اخد الاس دومين هحاول اودي الاكسات في طرف واحد واقول الفورس في طرف واحد. ليه هتكلم الفورس في طرف واحد؟ لان الاف اوف تي بالنسبه لي هي النمبر معايا؟ والاكسات احدهما الاول، صح الكلام؟ يبقى اذا هنا الاف اوف اس بيساوي، طبعا انا ما اقدرش اقول اف اوف اس بتساوي ايه؟ لان لما تقول لي هعرف. يعني لو دي ستيب فانكشن هتبقى قيمه الستيب لامبلتيود على اس، لو رانك فانكشن ليها حاجه، لو ما اعرفش. فعشان ما اعرفش بقول الاف اوف تي هي الاف اوف اس. طب تبقى تعرف لي الليمت بتاعك هقولها لك الدومين بتاعها بيساوي كام، صح الكلام؟ يبقى هنا الاف اوف اس بيساوي هودي دي هناك واخد الاكس 1 ايه مشترك، اكس 1 ايه مشترك. هيبقى الاكس 1 هنا هتبقى عباره عن اس تربيع كام؟ اكس 1، صح الكلام؟ يبقى دي هتبقى عباره عن اس تربيع الاكس 1، هاخد بقى الاكس 1 مشترك معايا. ودي لما تروح هناك هتبقى بالايه؟ بالموجب، بس عباره عن كام؟ بيتا 1 في اس، بيتا 1 في ايه؟ في اس، يبقى زائد بيتا 1 في اس. ودي اكس 1 لما تروح هناك هتروح بالايه؟ بالموجب، وهتبقى اكس 1 كي اكس، مش كده؟ يبقى دي كام؟ كي 1. الكلام ده مضروب في كام يا حبايبي؟ اكس 1 اوف اس، صح كلام يا حبايبي؟ تطلع يمين. تمام، وما تنساش هنا ان في دي مضروبه في ام، سوري انا ما كتبتهاش، هنا ام. لان دي هتبقى ام اس تربيع اكس 1، ماشي؟ يبقى هنا ام اس تربيع بيتا 1 اس زائد كام؟ كي مضروب كام؟ اكس 1. فاضل حاجه انا ما كتبتهاش اللي هي مين يا جماعه؟ بس دي سالب في سالب بتبقى بالايه؟ هتروح هناك بالايه؟ هناك سالب هنا كي 1 اكس 2 اوف اس، اكس 2 اوف اس. مين اللي كده حبيبي؟ اتفضل اطرح سؤالك. استحيش من اي سؤال. اتفضل اطرح سؤالك يا كابتن. طب ممكن نقف بس عشان اسمع صوتك؟ الدومين يا دكتور انا مش هو اف تي، هو تحت ده جربت الدومين اللي هو اس يعني؟ لا مش فاهم اللي هو اس يعني. انا كلمت حاضر حاضر. هنا اتفضل حضرتك. الاسم ايه يا باشمهندس؟ محمد صالح. بص يا محمد، هنا لما كنا بنعرف الترانسفير فانكشن كنا اول محاضره خالص قابلنا مع بعض اتكلمنا على شويه ترمينولوجي. اتكلمنا يعني ايه بلوك، يعني ايه بلانيتس، يعني ايه فورورد باس، يعني ايه وكلام اتكلمنا فيه.
كان أهل التعريفات اللي احنا استعرضناها مع بعض محمد كان تعريف دالة الانتقال. فكنا بنقول دالة الانتقال هي الدالة اللي أنا لو ضربت الانبوت سيجنال فيها تنقلني للأوت، صح الكلام؟ عشان كده بنسميها دالة الانتقال، أو بالإنجلش اسمها ترانسفير فانكشن. فكنا بنقول إن ترانسفير فانكشن هي إيه؟ لابلاس الأوت. يعني إيه كلمة لابلاس الأوت؟ يعني الأوت بتاعي إن كان في أي دومين خلاف الإس دومين فأنا بحوله للإس دومين. وده إحنا كان عندنا دكتورة سماح ادت لنا كورس كامل في الرياضيات، احد هذا الابواب اللي درسناها كانت لابلاس ترانسفورم والانفرس لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم بحول من الدومين تايم دومين الى الاس دومين، صح الكلام؟ والانفرس لابلاس بيحولني من الاس دومين الى الايه؟ الى التايم دومين. انا ايه وضعي دلوقتي؟ انا في انهي دومين دلوقتي؟ في التايم دومين. طب انا عايز عشان اقول لابلاس عايز اجيب الترانسفير فانكشن يبقى لازم اكون في انهي دومين؟ في الاس دومين. ده وفق للتعريف بتقول لابلاس الاول على لابلاس الانبوت، يبقى انا ما اقدرش افضل اظل في الدومين اللي هو التايم دومين، يبقى لازم اتحول الى الاس دومين. هاو؟ بطرق الترانسفورميشن بتاعه اللابلاس اللي انا كنت شرحت جزء منها، وما احاولش اعكر عليك لغايه دلوقتي، بجيب لك حاجات اللي انا قلتها اجيبها لك، اللي هي لما كنت بقول اللابلاس بتاع التفاضل السلين طبعا لاي فانكشن بقى لإكس لإف لأي حاجة كنا بنقول إن هو عبارة عن إيه يا جماعة؟ إس سستين. ده الكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده جدول الأبلاس اللي جواه حتى كان عندك وكان المفروض من كتاب الرياضيات ممكن ترجع له. معايا؟ وكنا بنقول الأبلاس طبعاً الـ LED تاني يا محمد الأبلاس ترانسفورم. معايا؟ والأبلاس ترانسفورم للتكامل أياً كان بقى الفانكشن اللي هنا إف أوف تي إكس أوف تي وتفضل. فكنا نقول ان هي بتستخدم حبايبي واحد على اس. طبعا لابلاس المتغير الثابت هو ست، يعني انا بقول لابلاس الكي بكي، على عكس على عكس لو كان ستيب فانكشن، ستيب فانكشن تبقى كي على اس. معايا يا شباب؟ لانها داخل فيها التايم، لانها داخل فيها التايم. فكل اللي انا عملته يا محمد ان انا هنا عندي التفاضل الاول، التفاضل الثاني بقى اس تربيع، يبقى التفاضل الثاني اللي هتبقى بالثاني بقى اس تربيع. هنا كان التفاضل الاول بقى اس، هنا كان ثابت فسيبته زي ما هو ثابت. معايا هنا ولا لسه في برضه لا؟ تمام. يبقى اذا هنا كل اللي انا عملته هو ادي دوما كلهم في طرف مع الاس في اس. طبعا هنا لو كان عندي الترم بتاعي كده ما فيهوش اكس 2 كانت في زماني كنت جبت ترانسفير فانكشن على طول. ليه؟ لان كنت هقسم اف اوف اس على كيو اوف اس كان هيديني دي ترانسفير فانكشن بتاعتي، صح الكلام؟ صح الكلام؟ لكن عندي هنا بارامتر جديد اسمه ايه؟ اكس 2 ما اعرفش مكان اكس 2. ما اقدرش اجيب الترانسفير فانكشن، لازم اجيب ما ينوب عن الاكس 2 اوف تي بدلاله اكس 1 بدلاله ايه؟ اكس 1. وانا اجيبها منين يا دكتور؟ دي وظيفه الايه؟ الماس رقم 2. الماس رقم 2 يبقى دي ماس رقم، يبقى دي معادله رقم 1. دي معادلة رقم واحد، المعادلة رقم اتنين بتقول لي ايه؟ سمشن اوف فورس. هنا مفيش عندي ابلايز فورس، بس انا عندي قوة ايه؟ قوة وقوة مضافة، اللي هي القوة الأصلية اللي هي كام يا جماعة؟ قالوا لي يا شباب؟ كي 1 قالوا لي يا شباب؟ اكس 1 اوف تي ماينس اكس 2 اوف تي. لا ما قلتش يساوي، لسه في قوة مضادة. ها؟ ناقص البيتا 2 ايه؟ اكس 2 اوف تي بلس او ماينس قصدي كي 2 اكس 2 اوف تي. دي السمشن اوف فورس، قانون نيوتن السمشن اوف فورس بيساوي الماس. الماس دلوقتي انا وكتله الناس اللي بتركز معايا شباب وتسمع معايا، الماس اللي انا وكتله ام 2 في التفاضل الثاني اللي ازاحتها اللي هي كام؟ يبقى هنا اكس 2 ايه يا شباب؟ بنقفل الباب ده عشان الناس اللي بتحول. يبقى هنا يساوي الكتلة ام 2 في ازاحة التفاضل الثاني اللي ازاحتها ازاحتها اكس 2 بس، لانها اتحركت لقدام اكس 2 ما رجعتش لورا، صح؟ يعني ما اتحركتش لورا وبعد كده اتحركت لقدام عشان اقول ان في حاجة ثانية، يبقى اكس 2 ضد الكتلة. ومنها ابدا اجيب لابلاس. معايا؟ هخلي بقى هو عمر الحماة اللي ما فيش اتفاق، يبقى هخلي اكس 2 في طرف واكس 1 ايه؟ في طرف عشان اجيب علاقه اكس 2 بدلاله اكس ايه؟ اكس 1.
يبقى هنا لو خدت اكس 2 هودي ديت هناك وهودي دي هناك وهودي دي ايه يا جماعه؟ هناك برضه اكس 2 ايه؟ مشترك. هيبقى هنا هيبقى عندي هنا ام 2 اكس تربيع طبعا في اكس 2 انا هاخد اكس 2 مشترك فما تيجي لي بقى ودي لما تروح هناك بهي لما تروح هناك هتبقى بكام؟ يلا الناس ترد عليا دي لما تروح هناك هتبقى بكام؟ بس بيتا 2 اس بلس بيتا 2 اس خلاص؟ يبقى انا خلصت دي هنا هنا الاكس 2 لما تروح هناك هتروح بالايه؟ بالموجب بس بايه؟ ك 2 ك 2 بلس ك 2 اس هناك دي اما تروح هناك هتبقى مضروبه بكام؟ ب 2 1 يبقى هنا ب 1 بلس ك 2 مش كده؟ ك 1 بلس ك 2 حاجه ثانيه؟ لسه انا مالناش دعوه دلوقتي انا بتكلم على اكس 2 هتبقى كي 1 في اكس 2 تروح هناك بالموجب طبعا دي هتبقى زي ما كانت ده هي هتروح هناك بالايه؟ بالموجب اللي هي ب 2 اس ده هي هتروح هناك بالموجب اللي هي ك 2 صح الكلام؟ يبقى الكلام ده كله مضروب في كام يا حبايبي؟ اتفضل عليا اكس 2 اوف اس يساوي انا وديت كل النقط هناك فاضل لي ايه؟ الاكس واحد بس بيساوي كام؟ كي واحد في الاكس في عندي اكس واحد تاني؟ لا يبقى دي بتساوي كي واحد في اكس واحد في اكس واحد حد عنده اي مشكله؟ وعليه استاذنا كم صح بقى الحاجات اللي احنا بنتبهدل بيها وعليها اقدر اقول ان الاكس 2 اس هتساوي الترم ده على الترم ده صح كده؟ صح صح؟ هتساوي كي 1 على ام 2 اس تربيع بلس بيتا 2 اس بلس كي 1 بلس كي 2 الكلام ده موجود في كام يا جماعه؟ اتفضل يا حبايبي اكس واي اوف اس دي رقم كام يا حبايبي؟ جبت دي من هنا يا دكتور من هنا يا حبيبي مش الترم ده مضروب على مضروب في ده يبقى الاكس 2 لوحدها بكام؟ هقسم على كام؟ على الترم ده في الجنب اللي هناك ده صح الكلام؟ هيبقى كي 1 على الترم ده مضروب في اكس واي اوف اس في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ طيب هل انا يا دكتور هنا انا محتاج بلوك ديجرام ريزكشن رول؟ هل انا محتاج اعمل سيجنال بروجرام؟ اقول لك لا ليه؟ تقول لي لا ليه يا دكتور؟ انا كنت مدينا البروف دايجرام، لكن المساله دي ما تحتملش. المساله دي مش ايه؟ ما تلزمش، ليه ما تلزمش يا دكتور؟ لان انا خلاص معوض على الاكس كله هنا اهو. كان عندي رقم كام؟ واحد. رقم واحد، هيبقى كلها كتابات في ايه؟ اكس واحد. حل الجبري هنا مطلوب. انا ايام زمان كنت بقول لك ايه؟ بلاش الحل الجبري لان كان عندي خمس ست معادلات. هضيع وقت في حل الجبري بتاعهم، صح الكلام؟ فكنت بقول لك اعملها بالبلوك دايجرام او اعملها بالايه؟ بالسجن بلوك. كان عندي معادلتين وكانت مباشره كنت متعود ايه؟ مباشر اعمل بلوك دايجرام لازم في ايه؟ فاهمين قصدي يا جماعه؟ او اعمل سجن بلوك واضيع وقتي ليه؟ على طول بالتعويض واحد في كام؟ من اثنين في كام؟ رد عليا في واحد. طب يبقى هنا عندي هنا الاكو بتاع اف اوف اس هيساوي البارامتر ده اللي هو ام ام واحد طبعا مش كده؟ ام واحد اس تربيع بلس بيتا واحد اس بلس كي واحد مضروب كام يا حبايبي؟ صوت عليا يا اكس واحد اس وهشيل هنا ماينس كي 1 اكس 2 احط هنا ماينس كي 1 مالها؟ تربيع بقى وهشيل اكس 2 واحط كام؟ يبقى عندنا هنا ام 2 ام اس تربيع زائد بيتا 2 اس زائد كي 1 بلس كي 2 الكلام ده صح الكلام يا حبايبي؟ صح الكلام يا رجاله؟ وعلي بقى اخد الاكس 1 مشترك واحد مضمضي في اي اشكالات؟ او واحد مضمضي يبقى عندنا هنا ام 1 اس تربيع بيتا 1 اس زائد كي 1
الكلام هيضرب فين؟ النقطة؟ ماينس الكلام ده على الكل على المقام الثاني هو كام؟ مضروب في كام ده يا حبايبي؟ اتفضل يا حبايبي اكس واي اس صح كده؟ وعلينا دلوقتي انا عايز اعرف الترانسفير فانكشن بتاعي. الترانسفير فانكشن يا محمد كنا بنقول اللي هي يا محمد لابلاس الاوت اوف اكس 1 على لابلاس الانبوت. يبقى اذا اكس 1 اوف اس على الديف اوف اس بيساوي يا محمد ايه؟ يبقى مقلوب الكلام ده. هيبقى مقلوب اللي ايه؟ الكلام ده. اذا بيساوي ام 2 اس تربيع زائد بيتا 2 اس زائد كي 1 زائد كي 2 على الكلام ده ام 1 اس تربيع زائد بيتا 1 اس. الخطوتين الاولانيين اللي هم الاساسيين ايه؟ في بي دي دايجرام في بي دي دايجرام ان انا اجيب حرر الكتله من السيستم واشوف القوه المؤثره عليها ثم تمثيل هذه الكتله بايه؟ بمعادلات. يبقى كل كتله يظهرها ايه؟ معادله. ثم ايه يا دكتور تاني؟ حل الكلام ده جبري اذا كان ايه سهل. اول يكون في عندي اكثر من كتله او اكثر من معادله وانا محتاج هتوب فيها يبقى سيجنال بروجراف او بلوك دايجرام. في أي إشكالية كده يا شباب؟ تفضل. في أي إشكالية كده يا شباب؟ تعملين المسألة دي يا شباب؟ طيب نجيب مسألة صفحة 81 ولا كام؟ 83 النوت بوك لو سمحت صفحة 83 ما معهوش هسيب له الناس لو سمحت الصوت أو الكلام ثم ايجاد القوى المؤثره عنها. صح الكلام؟ اتفضل يا حضرتك. هنا عندنا طبعا دي عباره عن حائط. ده عباره عن الارضيه اللي بتتحرك علينا. ايه المطلوب؟ ارسم الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن يبقى لازم احدد الاوتبوت وحدد الايه؟ الانبوت. الانبوت خلاص هي الابراد فورس. الانبوت هي يا جماعه الابراد الاوت بتاعي اكس 1
ليه دي السيستم هيضاف في الاتجاه ده خلاص مقدار اكس واي. افرض ان انا جيت في الامتحان فقلت لك اعتبر ان الاول بتاعك اكس 2 خلاص يبقى هاخد الاول بتاع ايه اكس 2. طب انت ما حددتش اللوجيك يشتغل يعني ايه اما حررت اما غطي اما عملت قبل الفوز السيستم كله تم ازاحه مقدار كام اكس 1 اعتبر ان الاول بتاعك فاهم كده كده فاهمين قصدي شباب؟ عظيم. ما لم اغير طريقه تفكيرك ان انا حددت لك كده مباشره بقول لك على اعتبار ان الاكس 2 هي الاول خلاص يبقى لو انا اعتبرت كده خلاص يبقى انا همشي على ان الاكس 2 هي الايه؟ الاول. طيب هنا طبعا كل اللي عندنا اللي هو الفريكو ديزاجرام ام 1 يلا انت بقى قول لي قول لي وانا هقول اللي انت هتقوله. ها الابلاي فورس ايه؟ الفورس دي ايه؟ مش هي دي القوة اللي خلت القدرة تتحرك؟ يبقى الابلاي فورس هنا ايه يا جماعة؟ الكوفي. طيب ما هي القوة التي تناهض هذه القوة؟ أول حاجة أفكرها عشان ما أنساش مين؟ الاحتكاك الإيه؟ الكشف. الاحتكاك الإيه؟ الكشف. هيعامل معاملة في الإيه؟ الداشبورد. يلا اطلع يا شباب بقى، هيعامل معاملة إيه؟ الداشبورد. يبقى هنا في قوة مؤثرة. مقدارها كام؟ معامل الاحتكاك في الإزاحة بتاعت مين؟ الكتلة. هي اتحركت قد إيه؟ فزعلية. إكس واحد. المعدل بتاعه بالإيه؟ تفضل. يبقى إذا بيتا واحد إيه؟ إكس واحد دوت. يبقى بيتا واحد. حد مضايقني؟ حد مش عارف جبتها إزاي؟ خلصت معامل الاحتكاك عشان ما ينساهوش لأن هو مش باين. واخد بالك؟ أبدأ أبص على العناصر اللي عندي. عندي كم عنصر متصل مع المكتله دي؟ يطلع منها كم قوه؟ مع ولا ضد؟ ضد. اول كتله اول حاجه كان السبرينج. السبرينج ده طب ضغطه بمقدار كام؟ هل حصل تسريع عليه؟ ايوه حصل تسريع ولا لا؟ ليه بكام؟ لان الكتله دي يا جماعه اتحركت بمقدار كام؟ يبقى اذا مجمل الضغط هيبقى كام؟ عشان كده اديت لك المساله الاولانيه عشان ادخل لك الايه المساله سهله ابسط لك المسائل شويه. وصلت؟ يبقى دي هي قوه تطلق قوه بنهضه. يبقى في اتجاه ضد الاف اوف سي. قيمتها كام؟ قلنا اكس 2 تي 2 اكس 2 في كام؟ ها؟ اكس 1 حد عنده اي اشكاليه معايا؟ عظيم جدا. بس كده؟ ولا كان في عندي قوه نهضه كمان؟ هي اللي بتاعت مين؟ يا الناس اللي ورا ترد عليا بتاعت مين؟ الداش الداشبورد او الدمبر زي ما انت اللي اعتدت عليه قولوا الدمبر او الداش ايه؟ بورد. الدمبر اتحرك بقد ايه؟ مره كم مره؟ اولا انا ايه؟ ضغط في حركه بسرعه ومعدل الحركه في الاتجاه وبعد كده ايه؟ البستون فضل مضغوط ولا بدا يسرع عن نفسه شويه؟ بدا يرجع لورا برضه معدل تاني مش كده؟ يبقى التفاضل الاول ناقص التفاضل الثاني، يبقى القوه اللي هنا هتبقى بكام يا حبايبي؟ مين يبقى ليني؟ ها؟ ميتا 3 في كام؟ يلا يا جماعه هذا شوف اكس ايه؟ اكس 1 بس ولا التفاضل؟ التفاضل اكس 1 الاول ها؟ هل في حاجه ثالثه؟ هو السبرينج ده برافو عليكم ما كانش بالي والله كويس احسنتوا. عندي هنا السبرينج ده وانا بزق دي كان مستسلم ولا كان بيحاول يشدها لورا؟ هل عنده فرصه ان يشدها لورا؟ يبقى هو حصل له ستريتش ولا حصل له كومبريس؟ وهي هي ولا مش هي؟ بقوه ضربها كام؟ اكس واحد ايه؟ احسنتوا ما كانش بالي برافو عليكم خليها هنا بقى مش هتفرق يعني اهم حاجه اتجاه الايه؟ الجوه يبقى هنا ديت بمقدار كام يا حبيبي نقول؟ تي 1 اكس 1 في اي اشكال كده؟ دي الكتله الاولانيه نعمل الكتله الثانيه وبعد كده نجيب المعادلة بتاعتها السؤال اللي بيطرح نفسه الكتله دي اتزحزحت من مكانها ليه؟ هو انا طبقت عليها اكسترنال فورسز؟ لا، طب ايه اللي خلاها تتحرك؟ كم كتله؟ كم قوه؟ اثنين، واحده من مين؟
الداش بوت والثانيه من مين؟ يبقى اذا هاخد دي صح كلام؟ هم دومت الحركه ورا عشان كده احط الفرصه في اتجاه الحركه خلاص؟ اول كتله كانت اللي هي البيتا 3 تفاضل اكس 1 ناقص تفاضل اكس كام؟ في 2 اعني التفاضل الاول بالطبيعه. تاني حاجه اللي هو الكتله الكامله فين؟ اللي هي كام؟ 2 اكس 1 ناقص اكس 2 تمام؟ تمام يا رجاله؟ حد عنده اي اعتراض؟ عظيم جدا. ايه المعوقات؟ كم معوق؟ 2 اللي هما مين؟ معامل الاحتكاك الايه؟ الخشن. يبقى هنا عندي بيتا 2 في كام؟ اكس 2 بس؟ التفاضل اكس 2 دول صح الكلام؟ ايه كمان؟ الاثنين اللي هو كي كام؟ 3 كده 3 بكام يا جماعه؟ كده يبقى انا وصفت ما يعرف بالفري بيوري دايجرامز. عندي كم كتله؟ يبقى عندي كم معادله؟ بس خلاص نعملها يلا نسيب مع بعض. هنقول السمشن خليك حريف انت في القانون يبقى السمشن ها؟ اوف فورس تساوي ايه؟ الام بالاكس دبل دبل. انا لو قلت اكس 1 وقلت اكس 2 ولو قلت ام 1 ام 2 ده القانون بتاع نيوتن الاول. قانون نيوتن ايه يا جماعه؟ الاول. اطبق مجموع القوى المؤثره يبقى على الكتله الاولانيه يبقى اف اوف تي ماينس كل الكلام ده. معايا؟ يبقى ماينس هخلي الاكس هات الوحيد مع بعض والاكس 2 هات مع بعض ماشي؟ يبقى هنا هتبقى اول حاجه كام؟ كيو 1 اكس 1. ثاني حاجه كام؟ بيتا 1 اكس 1 اكس 1 تفاضل الاول. بعد كده ناقص كي 2 اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص بيتا 3 اكس 1 دوت ماينس اكس 2 دوت. الكلام ده كله بيساوي كام يا جماعه؟ ام بيساوي كام؟ ام 1 في التفاضل الاول التفاضل الثاني الايه؟ اللي تحت يبقى بيساوي ام 1 اكس 1 دبل. في اي اشكال كده يا جماعه؟ طيب محمد كان بيسالني انا في التايم دومين يا محمد كده حولها للايه؟ فرصه تمام. يبقى اول حاجه وانا بعمل الاس دومين هتفصل الاف عن الاكسات وافصل الاكس 1 عن الاكس كام؟ 2 زي ما عملت في المره اللي فاتت. المسألات دي شكلها مصاعب بس المسألة الأولانية ما يتجلش. هي نفس الفلسفة ونفس الطريقة، وأي مسألة بقى في الإكسترسيس شيت هيبقى نفس الإيه؟ نفس السكة اللي أنا مشيت فيها. تمام يا شباب؟ يبقى هنا هتبقى دي إف أوف إس. يساوي وأودي كل الإكس واي الإكسهات دي فين؟ في الناحية التانية بإشارة مختلفة. هيبقى أول حاجة هنا إم 1 إس كام؟ إس تربيع. يبقى هنا إم 1 اس تربيع في اكس 1. انا هستنى لغايه ما اخلص الاكس 1 وبعد كده احطها مره واحده. ها الاشاره دي الاشاره دي هتروح هناك بالايه؟ بالموجب. ودي كمان هتروح هناك بالموجب. بس خد بالك دي هتبقى بيتا 1 اس ودي تبقى بيتا 3 ايه؟ اس. فاهم قصدي؟ يبقى دي هتبقى بلس بيتا 1 بلس بيتا 3 اس. طب ايه قصدي يا شباب؟ يبقى انا خدت ده اهي وخدت ايه يا جماعه؟ دي. فهمت قصدي؟ هل في بيتا واحد تانية؟ لا. قصدي اكس واحد تانية دوت؟ لا. هاخد مين بقى؟ اكس واحد اللي هي دي صح؟ يبقى دي أول حاجة كي 1 طب بلس كي 1 هنا في إيه؟ كي 2 دي تروح هناك بالمرة برضه يبقى بلس كي 2. هل في كيهات تالتة؟ طيب يبقى الكلام ده بقى هيبقى مضروبين في إيه؟ في إكس بس صح؟ يبقى كل الكلام ده هيضرب في كام يا حبايبي؟ خد على يا حبيبي اكس 1 حد معترض؟ الكلام ده يا ناقص يا زائد هنشوف. هنا دلوقتي عندي دي هتبقى بالزائد ودي هتبقى بالزائد ومفيش حاجه ثانيه يبقى الاشاره اللي هتروح هناك بالايه؟ بالزائد وهاخدها بره مشترك. فاهم قصدي؟ يبقى هنا ناقص وافتح بوكس. اول حاجه بيتا 3 اكس 2 دوت صح الكلام؟
يبقى ميتا 3 اس. طب ما طلع عليا ميتا 3 اس يبقى انا خلصت دي. وهنا هيبقى زائد اكس 2 يبقى زائد 2. هل في هنا اكس 2 تانية؟ ده انا معايا عشان انا مش واخد بالي. يبقى ده هيضرب في كام؟ خد على بالك يبقى دي معادله رقم كام حبايبي؟ ها؟ حضر يا طبعا. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ خد على حبايبي عظيم جدا. طيب المعادله رقم 2 يا دكتور يبقى ببص للماس نمبر 2 اجيب مجموع القوى المؤثره يبقى القوة دي هي بيتا 3 اكس 1 بوت ماينس اكس 2 بوت بلس 2 اكس 1 ماينس اكس 2. الكلام ده بيساوي لسه ما كملتش الحسبة ماينس بي 2 اكس 2 بوت ماينس في 3 اكس 2. الكلام ده بيساوي بيساوي ام 2 بي 3 اكس 1 دوت ماينس اكس 2 دوت. تمام الكلام ده كله بيساوي كام يا جماعه؟ ام 2 في كام؟ برافو عليك ام 2 اكس 2 دوت. صح الكلام؟ طبعا هحط دي في الايه؟ الاكس دومين وخلي افصل الاكس 2 عن الاكس كام؟ الاكس ايه؟ 1. يبقى هنخلي الاكس 1 في الناحيه دي. اول حاجه في الاكس 1 عندي هنا مفيش دوت دبل دوت يبقى اذا هي بيتا 3 في اس. عندنا حاجه ثانيه؟ لا يبقى بيتا 3 اس. يبقى احنا خلصنا دي. وعندنا اكس 2 اكس 1 صح كلام؟ يبقى زائد في 2. الكلام ده مضروب في كام يا جماعه؟ اكس 1 بس. صح كلام؟ حولت بقى كل الاكس 2 دوت فين؟ في الناحيه الثانيه. اول حاجه هنا ام ايه؟ 2 اس تربيع. الكلام ده بيساوي ام 2 اس تربيع بلس بيتا 3 اكس 2 دوت بتروح هناك بالموجب. في عندنا كمان بيتا 2 اكس 2 دوت هتروح هناك بالمودل يبقى بيتا 2 زائد بيتا 3 في اس. زائد يبقى احنا خلصنا دي وخلصنا دي. فاضل لنا اكس 2 في كام؟ اكس 2 وعندي ناقص كي 3 انا كل الاثنين دول هيروحوا بالايه؟ بالمودل. يبقى عندنا اكس 2 زائد كام؟ كي 3. تمام يا شباب ولا ايه؟ الكلام ده بيساوي كام يا حبايبي؟ مضروب في كام؟ انا عايز اجيب ايه بدلاله ايه؟ عايز اجيب اكس 2 بدلاله كام؟ ها؟ اكس 1. ليش معنى اكس 2 بدلاله اكس 1؟ لان انا قلت لك في المساله بتاعتك ايه؟ افترض ان الاول بتاعك هو اكس 1 وصل ولا لسه؟ يبقى اذا هنا هنقول اكس 2 اوف اس هيساوي بيتا 3 اس زائد كي 2 على ام 2 اس تربيع بيتا 2 بيتا 3 اس كي 2 بلس في كام؟ 3. الكلام ده كله موجود في كام حبايبي؟ اكس 1 اكس 1. بص بقى يعني ممكن واحد يقول لك بقى للتفصيل زي ما الكتاب قال لك افترض ان في ترم بيساوي دلتا. يعني بيفترض افتراضا ليه ان الترم ده بيساوي دلتا؟ عشان لما تيجي تبسط او تختصر يبقى الامر ايه؟ بدل ما تقعد تنقل كتير انت حر. او واحد يقول لي لا انا هسيبها على العلتة كده مش هبوظ واعوض انت حر. يبقى الفرق ان انا اعوض مين؟ اثنين فين؟ في واحد. اثنين فين؟ في واحد. اما نعوض اثنين في واحد عندنا هنا اثنين في اس
M1 S تربيع زائد بيتا 1 زائد بيتا 3 مضروب S زائد T1 زائد T2 مضروب X كلام ده X1 بس احنا هنسمي الترم ده وليكم ايه يا جماعة ماشي يا جماعة للاختصار بس ده لما اكتب كتير دي مش دخلة مش فنية يعني عملتها ما عملتهاش ايه ما عملتهاش سبوزن بس ما تربطش دلتا بالايه الدلتا بتاعت السيجنال فلو جراف ملهاش علاقة فمن اصل شباب ملهاش ايه علاقة يبقى ايه ده دي بتساوي هشيل الترم ده اللي هو ماينس بيتا 3 اس زائد 2 المفروض ان هو في كام المفروض في كام؟ اللي هي تبقى بتساوي كام؟ دلتا في كام؟ اكس 1 فاهمين قصدي يا شباب؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ بسهل على نفسي بس اللي يبقى اذا هنا لو انا خدت الكلام ده مشترك هيبقى بيساوي ام 1 اس تربيع زائد بيتا 1 زائد بيتا 3 اس زائد تي 1 زائد تي 2 الكلام ده ناقص بيتا 3 اس زائد تي 2 مضروب كام؟ خد معاها باقي الدلتا اكس 1 اس صح كلامك باقي؟ صح وعليه الترانسفير فانكشن يبقى لابلاس الاوت اللي هو اكس 1 اوف اس على بس اللي هو مين يا جماعه؟ اف اوف اس هيساوي 1 على الكلام ده ام 1 ماشي شباب؟ ماشي شباب؟ في اي اشكاليه كده شباب؟ طبعا هنا اي ميكانيكال سيستم انت هتبقى مور فاميليار بيه خلاص لان هو يعني هيبقى استمرار لهذا النهج اي ميكانيكال سيستم انت تبقى ثلاثة ناسز زي الاكسسوار شيت مثلا باشمهندس انا ده ربنا يجزاه خير هقول لك معايا مساله او اثنين على حسب وقت السكشن هيبقى لك ثلاثة كتلة هيبقى ثلاث معدلات يبقى لازم هتضطر ان انت تستعمل سيجنال فلو جراف او فلو جراف لو ما اتحسنتش خد بالك ثلاث معدلتين ومعدلتين هتخليهم في التعويض زي ما انا عملت كده خلاص اهم حاجه كل اللي انت عملته الاجراءات واحد فري بودي دايجرام اثنين وصف فري بودي دايجرام ومعدل باستخدام ترمينتر الاول ثلاثه حل جبري او حل جراف كده على حسب ايه عدد اللوبس اللي معاك ده اي اشكاليه كده يا شباب؟ اشرح كمان مساله كمان ولا كده تفهم ايه؟ طيب ناخد مساله اكس 12 ونص